قريبا مسلسل عن الفنان محمد عبده، هل سيشارك فيه؟ كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد بعنوان فنان العرب، يروي السيرة الذاتية للفنان محمد عبده ورحلة نجاحه وتحديات الحياة التي واجهها منذ طفولته ومحطاته الفنية والاجتماعية المختلفة ومسيرته التي انطلقت منذ ستينيات القرن الماضي. ونشر آل الشيخ عبر حسابه بإكس غلاف سيناريو المسلسل بحضور وزير الإعلام السعودي السابق تركي الشبانة. مسلسل فنان العرب يكتبه روائي الشاعر السعودي عبد الله ثابت ويتكون من 39 حلقة، ولاقى الخبر ترحيبا واسعا بين الجمهور مترقبين الكشف عن مزيد من التفاصيل، متسائلين إن كان سيشارك محمد عبده في العمل أو سيظهر في بعض مشاهده، كما اقترح البعض أسماء فنانين لتأدية دور البطولة. فمن بعد الفنان نفسه، من هو الممثل الأنسب لتجسيد شخصيته؟ شاركنا برأيك.